أمي دخيل هالكلمة. اللي انت شو قصدك تقول يا غانم؟ بتذكر بآخر شهور من حملك قلتيلي انك رايحة لعند امك، بس انا ما كنت موافق وما رديتي علي. يا خسارة عذابي وتعبي يا غانم، بتكذب مرتك بعد كل هالسنين وبتصدق كلام زمرد المجنونة؟ عدنان، من دمك انت ومن روحك انت. طيب إذا هيك ما رح صدقك لحتى تحلفي على القرآن. يا عمري تعال هدي هدي هون. لما ما لقيتك بالشالة قلبي كان رح يوقف، اجيت عهرملي فورا ووقفت على باب القصر. قاموا طلبوا لي الشرطة وزتوني بالحبس، وإلا أنا معقول أتركك هون يا بنتي الغالية؟ معقول أتركك وما أجي لعندك؟ أنت بس اصبري علي شوي، ما بقدر أخذك من هون يا قلبي لحتى القانون يقدر يثبت أنك بنتي. ماشي حبيبتي، وبس ينتهي كل شيء منروح من هون. يسلموا. صحتين وعوافي. هاي اللزقة شو؟ زهرة؟ انتي شو مساوية؟ شو في خالة فاطمة؟ انت كيف بتتهمني بهيك شي غانم؟ معقول ما بتصدقني لحتى أحلف؟ رح تحلفي يمين معظم إنه عدنان بيكون ابننا من لحمنا ودمنا. رح تقولي بشاهد القرآن على كلامي وتحطي إيدك عليه. بحلف يمين بالله إنه عدنان ابننا ودمه من دم هالعيلة يا غاني، عيلة كرمان. زهرة بترجاكي قولي الحقيقة، في حدا هون عمل فيكي شي؟ ليش هيك ساويتي؟ خالي فاطمة شو الموضوع؟ أنا رح أتفتل شوي وأرجع. انتي ليش لهلأ فايقة فاطمة؟ مع مين كنتي عم تحكي بالغرفة؟ زهرة لساتها فايقة ما عم تقدر تنام، قعدت حكيت معها شوي حرام. ما انتي كتير شاطرة بالحكي، رح تخرب الدنيا فوق راسنا من ورا حكي. تركيني من هالفصعونة وخلي عينك عزمرد. أنا ما عاد أقدر أتحمل مصيبة تانية لأنه تعبت. ليكني أنا جنبك، مستحيل أتركك لحالك. يلا نامي وارتاحي شوي. أنتي بنتي، أنا أنتي وحيدتي وبنتي الصغيرة. هلأ وبعدين ما رح تكوني جنة هالقصر يا عمري. أنتي
يا الله دخيلك، أنا شو عملت؟ خالتي فاطمة. ايه هي انا فاطمة، افتحي. ملك بعد شوي كلهم رح يفيقوا، يلا استعجلي لازم تطلعي بسرعة. الله يوفقك، لا تتركيني. خالي فاطمة انا ما فيني امشي بلا ما اخذ زهرة معي. لا تقولي يا ملك، ساعتها بيقتلوني على الاخر. صدقيني انا بدير بالي على زهرة، بس الله يوفقك روحي اطلعي من القصر. لا ما بقدر، بترجاكي ما فيني روح بلاها. لكن يلا اطلعوا هلا، خلينا نلف من ورا قبل ما الكل يفيق. يلا يا امي البسي برجليك. بتطلع من هالجهة، يلا بركي فيكن تطلعوا من الباب الرئيسي. يلا استعجلوا الحقوني فورا. يسعد صباحك يا آغا. وصباحك. صباح الخير ابني. صباح النور. انتو شو عم تساووا يا فاطمة؟ ليش واقفين هيك وصفنانين؟ يلا روحوا على المطبخ جهزوا الفطور بلا ما نتأخر. ماشي، رايحين بهي خانم. لا حول ولا قوة. رح نخلص كل شيء بسرعة. يلا يا الله شو هالحظ، خلص شحن الموبايل. وين رحتي يا ملك؟ صباح الخير عزت بيك، كيفك اليوم؟ حاسس حالك أحسن؟ ايه الحمد لله أحسن بكتير. شفتيها لملك اليوم؟ ملك خانم طلعت من المستشفى مبارح بالليل وقالت إنه عندها شغل مستعجل. شو هالشغل يا ترى؟ خالة فاطمة أنا خايفة، بركي حدا منهم دخل على الغرفة، إذا شافوها لأمي وقتها شو بدنا نعمل؟ طمني زهرة، ملك بأوضة عزة وما حدا بيفوت وبيطلع لهنيك. بالأول خلي القصر يهدى وبعدين منشوف كيف رح نتصرف. إيه؟ زهرة صبي شاي. لو بتشوفي يا أمي تليفونات ما عم تهدى أبدا، واللي إجوا على الخان يباركوا ما فيك تعديهم حتى، والله يسلمهم كلهم جايين وإيديهم مليانة. الوقت تأخر، رئيس البلدية جاي يبارك لي، خلينا نستعجل. تمام. لا استنى عدنان، خد هيك قبل ما تطلع مروق على المشفى شوي. روح تشكر ليلى بالنيابة عن عائلتنا، لأنه جمايل بنت فهمانة مثل ما لازم تضل بلا مكافأة. تمام، رستم بيوصلها. رستم؟ مو رستم بياخدها. عدنان انت
وإذا لسه لهلا كلمتي إلى مفعول بهالقصر بتروح بنفسك وبتسلمها الهدية لبنتي ليلى بإيديك. رح روح ودي لياها. طلباتك أوامر. لا تخافي بنتي، لا تخافي، هي أنا. إيه خوفتيني كتير. ملاك شلون رح نحلها؟ لورين خانم صايرة طول الوقت عم تقعد برا، وبهالكم يوم القصر ما عم يفضى من الزوار والمباركين. ما بعرف شو رح قلك خالي فاطمة، المفروض نلاقي طريقة لنطلع من هالمكان. ما فيني اتحمل عمايلهم بزهرة أكتر من هيك. لكن خلينا نستنى للمسا، ما في حل غيره. ايه عزت، عزت ما بيعرف اني انا هون. الله يخليكي لاقي لي طريقة وخبري، هو رح يحاول يطالعنا بأي شكل. يلا دقي له. طيب خليكي هون. ايه اكيد.